الأنظار كلها متجهة نحو جلسة يوم غد، جلسة مجلس الوزراء. صدر اليوم موقف من البطريرك الراعي، كان يعني وقعه شديد وحتى تم تعديل بجدول البنود. كيف ترى القوات اللبنانية هذه الدعوة؟ بدي أخذ الموقف السياسي وأيضا القانوني والدستوري باعتبارك حضرتك يعني لك رأي في الشقين. يعني خليني أبدأ بالدستوري والقانوني. نحن سبق وأعلننا موقفنا بشكل واضح أنه هذه الحكومة تستمر بتصريف الأعمال لأنها حكومة تصريف أعمال، ولكن لا تنتقل إليها صلاحيات الرئيس اللصيقة بشخصه أو التي هي صلاحيات سيادية لرئيس الجمهورية، لأنها حكومة تصريف أعمال. يعني لا يمكن إعطاء هذه الحكومة نتيجة الفراغ الرئاسي ما لم تكن تحظى به قبل حصول الفراغ، وهذا كان يعني النقطة الأساسية بخطابنا، أنه نحن ضد العبثية والمزايدة الرخيصة والشعبوية الفارغة بالقول أنه لا، طالما هذه حكومة تصريف أعمال فإذا بيصير في فراغ كلي بالبلد. نحن ضد هذا الشيء، لأنه مع وجود مؤسسات شفنا وين وصل البلد بحالته الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن يكون هناك انتظام بالحد الأدنى وتسيير للمرافق العامة أيضا بحد الأدنى دون المساس بالمواقع الدستورية. وشفنا تاليا أنه إذا بدنا نعمل موازنة بين الموجبات الدستورية والميثاقية وبين موجبات تسيير أمور الناس في هذه المرحلة العصيبة من أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية، الحل هو أن تسير هذه الحكومة الأعمال. مش بنعتبرها غير موجودة، هي موجودة لأنه لم ينتج عن تكليف الرئيس مئاتي آنذاك من بعد الانتخابات النيابية تشكيل رسمي للحكومة لأسباب ما رح نغوص فيها هلأ أصبحت خلفنا. الحل فأذن هو أن تستمر هذه الحكومة بتسيير الأعمال دون أن تنعقد، وفي الحالات الطارئة والاستثنائية التي تفترضها المصلحة العامة والتي يعتبر عدم التصدي لها مساسا بحقوق الناس وبأمن وباستقرار الصحي والأمني والمعيشي والاقتصادي، وأن يتم ذلك الصيغة بمراسيم جوالي يوقع عليها الوزراء. هل ينطبق ذلك على حالة انعقاد يوم غد؟ لا، يعني أولا يوم غد أو جلسة الاثنين كان يشوب عيبين. العيب الدستوري أنه هي عم تجتمع وهي لا يحق لها الانعقاد لأنها حكومة تصريف أعمال، والعيب الموضوعي مش الشكلي أو الدستوري، العيب الموضوعي هو أنه كانت عم تتضمن جدول أعمال كأنها حكومة فاعلة، كأنها حكومة عادية، وأنه مش فقط البنود الاستثنائية والطارئة. على الرغم وهيدا إذا بدك الانتقاد الأساسي اللي كان عنا على الدعوة لهذه الجلسة، تمت خلافا لما اتفق عليه بمجلس النواب وبحضور الرئيس مئاتي والرئيس بري بآخر جلسة حضرت فيها الحكومة مجتمعة أمام المجلس النيابي قبل حصول الفراغ، أنه تستمروا ولكن بتسيير الأعمال الطارئة والضرورية. و التزم الرئيس مئاتي آنذاك أنه أنا ما بدعي إلا ما شاور جميع الأطراف وجميع المكونات السياسية في المجلس النيابي، هذا لم يتم. فإذا كان انتقادنا لما جرى مثلث الأضلاع، عدم جواز انعقاد الحكومة، مضمون جدول الأعمال الفضفاض، و ثالثا عدم اخذ راي جميع لم يحصل اي نوع من التواصل بين رئيس الحكومه وحزب القوات اللبنانيه تمهيدا يعني ربما للحصول على غطاء او انا ماني بهالجو. هلا اللي صار اليوم بتعديل جدول الاعمال تخفيض هو سحب، يعني سبب من اسباب انتقاد اللي عم بقول لك اياها. يعني تقريبا صارت البنود الموجوده يمكن أن تكون أو تعتبر بنود استثنائية وطارئة، وأنا بدي لك أكثر من هيك. يعني مع الأسف أستاذ آدم أنه حتى ما اتفق عليه أنه لا تتخذ الحكومة أي إجراء أو تصدر أي مرسوم إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى والمصلحة الوطنية العليا ذلك، طيب مين بيحدد
مين بيحدد، مين بيعطي تعريف لماهية الضرورة القصوى أو العجلة القصوى؟ طيب في بند من كل هالبنود اللي مذكورين، إيه ما في خلاف على حاجة بين كل اللبنانيين على أنه هذا فعلا بند لا يمكن تأجيله، وتأجيله يهدد صحة الناس، اللي هو مسألة الدواء والاستشفاء وحقوق المستشفيات والملف الصحي بشكل عام. بس دون هذا البند وعدا هذا البند كل البنود تحتمل التأويل. يعني أنت حضرتك فيك تشوفها ملحة وطارئة، وأنا فيه شوفها لا، وندخل بجدل بيزنطي. هذا اللي بيوصلني إلى الآية المذكورة بالإنجيل، أنه مرتى مرتى تهتمين لأمور كثيرة والمطلوب واحد. شو هو المطلوب؟ روح انتخبوا رئيس جمهوري. طيب ذكرت يعني نحن قلنا 3 سنين في انهيار مالي واقتصادي، ومش ضروري نفوت بكل التفاصيل. مش الظرف اللي نحن مارقين فيه هو الحالة الاستثنائية بحد ذاتها اللي بتحول كل بند من بنود عمل الحكومة إلى حاجة ملحة؟ لا مش بالضرورة، وانت شفت بنود بالجدول الأول قبل تعديله، يعني سفر وزير أو مشاركة بمؤتمر أو تسوية على ما بعرف أي مبلغ، لا هودي يعني أكيد يحتملون التأجيل. بس أنا خليني أروح أكتر، ما عم بقلك أنا استبقت سؤالك بالقول أنه ما بدنا نوقع بالاستنسابية. واحد، بتعريف هذا البند إذا كان فعلا طارئ وملح وضروري أم لا، وما بدنا نفوت أيضا يا أستاذ آدم، وهذا أمر مهم جدا، ما بدنا نفوت بابتزاز الشعب اللبناني والرأي العام أنه إذا نحن صوبنا على المسألة المبدئية والدستورية أنه روحوا انتخبوا رئيس بالأول، وبدأوا بانتظام عمل المؤسسات من رأس الهرم، تنتخبوا رئيس، الرئيس بشكل حكومي، المجلس النيابي بيعطيها الثقة وبرقبها، فتعود عجلة المؤسسات إلى طبيعتها، وما منعود نفوت بكل هالمشاكل، وما منعود نفوت بكل هالأزمات اللي عم تفتعل لكي تنسي الشعب اللبناني الأمر الأساسي المفروض على المجلس النيابي وعلى كل القوى السياسية، اللي هو الذهاب وانتخاب رئيس. وهلأ لح فوت إذا بدك بدنا نفوت فيها، بس كمان بعد سؤال ربطا بالحكومة بال2006 أو بعد ناس أمتى كانت الاستقالة من حكومة الرئيس السنيورة، حصل يعني ما أعرف إذا تجوز المقارنة أو المشابهة بين الحالتين، وكانت القوات اللبنانية ممثلة بحكومة تعتبر كانت على الأقل من قبل طرف لبنان على أنها غير ميثاقية وغير دستورية، نظرا لانسحاب ما يصطلح على تسميته بوقت الوزراء الشيعة، واستمرت هذه الحكومة بالانعقاد وبإصدار القرارات. ماذا ما انطبق على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟ ليش ما ممكن ينطبق بالحالة الاستثنائية على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟ الاختلاف الوضع كليا استاذ، إذا فيك تشرح لنا بالفرق. حكومة الرئيس السنيورة كانت حكومة قائمة، كانت حكومة أخذ ثقة المجلس النيابي، مثل أيضا مثل حكومة الرئيس تمام سلام التي شكلت في نهاية عهد الرئيس ميشيل سليمان. نحن اليوم عم نحكي عن عيب كبير جدا، وإلا لشو منحط دساتير ولشو بيكون في نصوص دستورية إذا ما بدنا نحترمها، وإذا بدنا يعني نصير ناخد نفس المسطرة على كل الحالات السياسية وعلى الظروف السياسية. اليوم نحن في ظرف مختلف عن حكومة الرئيس سنيورة، في ظرف مختلف عن الرئيس تمام سلام، لسبب أنه هذه الحكومة من تاريخ انتخاب المجلس النيابي ب 15/5/2022 أصبحت بحكم المستقيلة، وهي فقط تصرف الأعمال. تزامن ذلك مع عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، تكليف رئيس دون تشكيل، وانتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية. هذا الظرف اللي كلنا بنعرف أنه لم يحدث سابقا بعز الأزمات اللبنانية، عم نقول الخروج منه أكيد أولا احترام المهلة الدستورية اللي مع الأسف ما احترمناها ودخلنا بفترة الفراغ، ولكن الاستعجال بالشكل الأقصى أنه نروح ننتخب رئيس، وأنه طالما بعد هلأ ما في رئيس هذه الحكومة لا تنعقد، لا تأخذ صلاحيات الرئيس، تسير في الحالات الضرورية والقصوى ووفق آلية معينة تم اعتمادها سابقا اللي هي المراسيم الجوالي، ويمكن اعتمادها اليوم للخروج من هذه إذا بدك المعضلة السياسية، ولعدم توفير ذرائع لأطراف
أساساً ما لها حق تحكي بهذا الموضوع.